طيران التحالف يحلق في سماء مأرب عقب حدوث تمرد عسكري في المنطقة السادسة. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أكدت مصادر متطابقة اليوم عن تحليق مكثف لطيران التحالف السعودي شمالي محافظة مأرب، وقالت المصادر إن طيران التحالف حلق في سماء الصحراء الشمالية لمحافظة مأرب في رسالة تهديد واضحة لقوات المنطقة العسكرية السادسة عقب رفضهم قرار العليم بتعيين منصور ثواب قائدا للمنطقة. وأضافت أن القيادية في المنطقة العميد محمد بن راسية وعددا من الضباط في المنطقة أبلغوا رئيس ما يعرف بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفضهم قرار تعيين ثواب قائدا للمنطقة. ويأتي هذا التمرد بعد اعتقال السعودية لقائد المنطقة السادسة المحور الشمالي هيكل حنتف واتهامه بتسليم محافظة الجوف للحوثيين. وتشهد العلاقات بين التحالف والفصائل الموالية له والتي كانت محسوبة على ما يعرف بالشرعية توترا كبيرا، حيث تشعر هذه القوات بتعرضها للاستهداف والتمهيد لإحلال قوات موالية للإمارات بدلا عنها.